العالم كله يعلم ان هنالك دوله وهي دوله الامارات تمد هذه الميليشيا بالسلاح على مرأى ومسمع من العالم وعبور الطائرات في اجواء اكثر من دوله وهبوطها في مطارات جرس، ايضا فتح الحدود لالاف المرتزقه من غرب افريقيا، وكل الانتهاكات التي وقعت في السودان تم توثيقها بأيدي هؤلاء المتمردين أنفسهم. فبالتالي لابد لنا من أن نضع تعريف صحيح. نحن في حكومة السودان لن نقبل بتسمية الأشياء، مثلا حرب الجنرالين هذا لا يقع، تو بارتيز هذا لا يقع، طرفين لا يمكن. فلا بد اول حاجه ان نسمي هذه الحرب هي حرب تجريف للشعب السوداني، وبعدها هي وقعت هذه الانتهاكات. الاخوه الكرام، ما حدث في ولايه الخرطوم ثم ولايه الجزيره وسنار ودارفور والان يجري في الفاشر والآن في الصباغ والدندر ومناطق التي تم تأجير أهلها من الجزيرة، حسب نصوص القانون الدولي الإنساني ومبادئ القانون الدولي الإنساني التي تفيد أو توضح بجلاء التمييز ما بين المدنيين والعسكريين، عدم الاعتداء على الأعيان المدنية، وضع اعتبار للعاجزين عن القتال داخل مناطق القتال والنسبة والتناسب، وكل هذه المبادئ لما تجد تطبيقها يا اخوان فيما حدث في السودان يظهر بوضوح ان هنالك جرائم تطهير عرقي، جرائم ضد الانسانيه، تهجير قسري، اغتصابات، والأسوأ والامر بيع حرائر السودان في القرن الواحد وعشرين كسبايا حرب. ما حدث لابد من ان يتم تعريفه التعريف السليم. والقوات المسلحه التي يفوق عمرها الان اكثر من 100 عام لها سجل حافل جدا بالوقوف وبتطبيق مبادئ القانون الدولي الانساني. والقانون الدولي الانساني يدرس وعليه التمارين والتدريب يوميا، وهنالك انا متاكد في بعض الوكالات موجوده معنا هنا قد اشرفت ودربت اعداد كبيره جدا، كما يتدرب المقاتل على استخدام السلاح يتدرب ايضا على اتخاذ كل ما يمنع من كل ما مطلوب من معايير لتطبيق القانون الدولي الانساني وحمايه المدنيين اثناء القتال.